السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدرسة أجيال الدورية للغات، ماتت اللغة العربية للصف الأول الابتدائي. درس اليوم: المغامر سالم. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. طيب، إلى أين يسافر المغامر سالم؟ إلى بلاد العالم الواسع. برافو. يقابل سالم الناس بوجه باسم، ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. كيف يقابل سالم الناس؟ يقابل سالم الناس بوجه باسم. طيب، ماذا يأكل سالم؟ يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. ماذا يفعل سالم في كل بلد؟ يأكل طعاما مختلفا. طيب، في الهند أكل سالم الطعام الحار. ماذا أكل سالم في الهند؟ برافو، الطعام الحار. أين أكل سالم الطعام الحار؟ في الهند. برافو. أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا. ماذا أكل سالم في فرنسا؟ أكل خبزا وزبدا. طيب، أين أكل سالم خبزا وزبدا؟ في فرنسا. برافو. طيب، في لبنان أكل حمصا وزيتا. ماذا أكل سالم في لبنان؟ أكل حمصا وزيتا. أين أكل حمصا وزيتا؟ في لبنان. برافو. يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. ماذا يحب سالم؟ يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. نشوف الظواهر اللي معانا. المغامر أي المحب للاكتشاف. باسم أي ضاحك. أكلات أي أطعمة. يحب أي يهوى. الواسع الفسيح أو الكبير. يسافر يتنقل. طيب، الكلمة وجمعها. المغامر ما جمعها؟ المغامرون. برافو. وجه جمعها وجوه. طعام جمعها أطعمة. طيب، بلاد جمع مفردها بلد. طيب، زيوت جمع مفردها زيت. برافو. طيب، بيقول لي هنا الكلمة ومضادها. الواسع مضادها الضيق. طيب، باسم مضادها عابس. طيب، مختلف مضادها متشابه. برافو. يحب مضادها يكره. يتعرف مضادها يجهل. طيب، نرجع للقصة بتاعتنا. بيقول لي المغامر سالم. عايزين نطلع من أول سطر عندنا يا ولاد: يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. نطلع منها شوية ظواهر لغوية. أول حاجة عايزة فعل ماضي يسافر. برافو. عايزة اسم، ها، المغامر. برافو. العالم. برافو. بلاد. برافو. الواسع. برافو. سالم. سوبر. طيب، عايزة حرف جر. إلى. برافو. طيب، يقابل سالم الناس بوجه باسم، ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. عايزة اسم سالم والناس. برافو. باسم، طعاما مختلفا، بلد. برافو. طيب، عايزة فعل مضارع. يقابل. برافو. يأكل. سوبر. طيب، عايزة حرف جر. بوجه، الباء في بوجه. سوبر. و في. برافو. طيب، عايزة كلمة فيها تنوين بالفتح. يبقى التنوين بالفتح طعاما ومختلفا. طيب، عايزة تنوين بالكسر بلد. برافو. طيب، في الهند أكل سالم الطعام الحار. عايزة اسم الهندو. برافو. في الهند، الهندي. سالم الطعام الحار. برافو. طيب،
عايزة فعل ماضي. أكل، برافو. عايزة حرف جر، في، برافو. طيب بيقول لي أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا. طيب عايزة اسم فرنسا وخبزا وزبدا. عايزة فعل ماضي أكل، برافو. عايزة حرف جر، في، برافو. طيب في لبنان أكل حمصا وزيتا. عايزة اسم حمصا وزيتا. عايزة تنوين بالفتح، برافو. حمصا وزيتا برضو. طب عايزة حرف جر، في. طيب يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. عايزة فعل مضارع، يحب، برافو. عايزة اسم سالم، عايزة فعل مضارع كمان، يسافر ويتعرف، برافو. عايزة اسم أكلات البلاد، برافو. طيب بيقول لي إلى أين يسافر المغامر سالم؟ إلى بلاد العالم الواسع. طيب ماذا يفعل سالم في كل بلد؟ يقابل الناس بوجه باسم، برافو. ماذا أكل سالم في بلاد الهند؟ أكل الطعام الحار. طيب كم عدد الدول التي سافر إليها سالم؟ 3، الهند وفرنسا ولبنان، برافو. بكده يكون درس النهاردة انتهى. أشوفكم إن شاء الله الدرس الجاي على خير. السلام عليكم.